ما زلنا نقدم إلى حضراتكم هذه الأنباء من الفضائية التشادية. ترأس اليوم الأمين العام لوزارة الزراعة والإنتاج والري والمعدات الزراعية عبد القادر التجاني كيبرو بأحد فنادق العاصمة جمينة أعمال الورشة المتعلقة بالمصادقة على المشروع الزراعي الذي ينظم كل سنتين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أوكسفام. حضر المناسبة العديد من المعنيين. تقرير محمد صالح الحسين بصوت آدم حنفي فاضل. جاءت هذه الورشة التي تتعلق بالمصادقة حول المشروع الذي ينظم بعد كل سنتين، وذلك بهدف المصادقة عليه ومتابعة التطورات الزراعية، فإن هذا التقرير بعد تقييمه يصبح قاعدة أساسية للمعطيات التي ترمي بتحديد مستوى التقدم للقطاع الزراعي في تشاد. حول ذلك تحدث الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والتجهيزات الزراعية عن أهمية هذا المشروع. قال من المعلوم إن العمل المتعلق بجمع المعلومات ليس بالأمر السهل بسبب صعوبة الحصول على المعطيات. التقرير يعني بيوضح مدى التقدم والإنجازات التي قامت بها الحكومة التشادية وبدعم من شركائها في المجال الزراعي بصفة عامة. ويعتبر هذا التقييم انه تقييم بيعمل كل سنتين ويهدف الى وضع صوره يعني حقيقيه لمعرفه التطور الحاصل في المجال الزراعي، خاصه في مجال الاستثمارات الزراعيه الموجوده في الزراعه والمشاكل اللي بتواجهها القطاع الزراعي في تشاد بصفه عامه، من اجل ايضا يعني اعطاء رؤيه واضحه للمقررين وللسلطات العليا من اجل يعني اعطاء اهميه قصوى لهذا المجال الحيوي والذي يلعب دور مهم جدا في دعم الاقتصاد وعمليه التنميه بصفه عامه للبلاد. وقد أوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة في البلاد منصور أندياي، قال إن المستلزمات التي يمكن أن تقدم للاتحاد الأفريقي عبر آليات الخطة التي تعرض كل بعد سنتين فيما يتعلق بإنتاج الزراعة في تشاد، فإن تقويم هذا التقرير يعد خطوة هامة للمعطيات التي تسمح بتحديد مستويات التقدم للقطاع الزراعي في تشاد، وذلك في الفترة ما بين عام 2015 إلى عام 2016، كما يعد أيضا مرجعية حول كافة المؤشرات التي نوقشت في هذه الورشة، علما بأن هناك تم اعتماد لجنة فنية مكونة من 43 خبيرا بناء على بيان أعمال ملابو العاصمة الغينية.